من الأدلة حديث علقمة ابن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية والثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. انظروا إلى الإجابة على الشبهة المعاصرة. يقول بعض الناس: لا يعطوننا حقنا ويطالبوننا بحقهم. هذا السؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجاب إجابة عظيمة وهي تمثل منهجا شرعيا: اسمعوا وأطيعوا في الدنيا، يوم القيامة إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. لا يعني أنهم إن ظلموا الرعية أن الله لن يحاسبهم يوم القيامة، سيحاسبهم، لكن نحن الآن نسمع ونطيع. يوم القيامة الحساب، كل يحاسب من الحكام والمحكومين. وأما في الدنيا لا مجال للمنازعة، لأن المنازعة ليست يعني إضرار بالحاكم فقط، بل هي إضرار بالأمة كلها وتعطيل لمصالحها.